وللمزيد بشأن التطورات الميدانية والمعلومات بشأن احتجاز الفريق معنا من مدينة الفيف الأوكرانية الزميل إبراهيم الحسناوي. تتابع على مدار الساعة كل التطورات الميدانية وأيضا مساعي إدخال المساعدات والتقارير الدولية بشأن أوضاع المدنيين. إبراهيم، دعني بداية روبير أشير أو أبدأ من مسلسل الانسحاب الروسي من المناطق التي كان يسيطر عليها في السابق. هذا المسلسل مستمر. قبل قليل أعلنت الإدارة العسكرية لمنطقة جوتومير أن هذه المنطقة باتت خالية تماما من الوجود العسكري الروسي، لكنها حذرت في الوقت ذاته المدنيين من العودة الآن أو في الظرف الحالي إلى مناطقهم بسبب ما قالت إنها ألغام كثيرة زرعها الجنود الروس في تلك المناطق قبل الانسحاب منها، خاصة في المنازل الخاصة والغابات المحيطة بتلك البلدات والقرى. هناك أيضا تأكيدات من السلطات الروسية بأنها شاهدت اليوم وأكدت بأن الكثير من القوات الروسية التي انسحبت من الشمال ومن بعض المناطق في الشرق وبالقرب من كييف تتجه صوب دونباس. ربما هذا يشير إلى أن المعركة التي تقول السلطات بأن روسيا تحضر لها لاستكمال سيطرتها على تلك المنطقة باتت وشيكة، ربما تندلع في الأيام القليلة القادمة حسب ما تؤكد المصادر. هناك أيضا قصفا روسيا على الكثير من البلدات هذا الصباح والليلة الماضية. حاكم أو عمدة مدينة ميكولايف قال بأن عددا من القتل المدنيين سقطوا في هذه المدينة، مجددا اتهاماته للجيش الروسي بأنه استخدم للمرة الثانية قنابل عنقودية من أجل استهداف مناطق مدنية. الجانب الإنساني، ما زالت الأزمة الإنسانية موجودة بشكل كبير جدا في منطقة ماريوبول التي كانت السلطات اليوم تحاول إجلاء بعض المدنيين منها باتجاه زاباروجيا، لكنها تقول بأن القوات الروسية ما زالت تعرقل هذه العملية وتمنع حتى المدنيين من الخروج وتمنع أيضا إدخال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، سواء الذين كانوا محتجزين أو ما زالوا في مدينة ماريوبول أو في المناطق الأخرى. أشير أيضا إلى نقطة أخرى بروبير، وهي أن صفارات الإنذار دوت كثيرا في الغرب الأوكراني هذا اليوم تحديدا في عدد من المدن في الغرب الأوكراني، خاصة في الفيف. ربما تكون هناك بعض الغارات الروسية التي قد تستهدف بعض البنى التحتية أو مخازن الوقود كما حدث في الأيام الماضية. الزميل إبراهيم الحسناوي وكل هذه المعلومات من مدينة الفيف الأوكرانية.